سان فرانسيسكو 1913 كانت النكات تعاود ما بين الأطفال والآباء والصغار. بعض النكات مخبأة وبعض النكات نعرف منها القليل. هنا سوف نختبر دقائق المغاربة في دقيقة. السؤال كالتالي: إذا كنت ذكيا سوف تجيب عن هذا السؤال. إذا كانت سرعة القطار تفوق سرعة البقرة فكم هو وزن الكلب؟ وإذا كنت سوف تختبر ذكائك بالصح سوف تعاود هذه النكتة. واحد عندي جوج كلاب، واحد سميتو واحد سميتو، واحد ناط مرضليه ومرضليه، تيت تيجي تيت تيجي، مشى عند الطبيب قال لي مرضليه ومرضليه، تنيت تيجيني تريت تيجيني، قال لي الطبيب دواتين وضعتين هو ما يمكن لخد دواء ديال عطان دواء عطان ومرضليه ومرضليه، تيت تيجي تيت تيجي. مع السلامة، في الحلقة القادمة سوف نرى كل ما سوف نراه. السلام عليكم ورحمة الله. تابعوا المغامرات القادمة ديال إيكو مع بين جي اس ام. بين جي اس ام ديما واقف معك.